احنا كنتسنوا ام ديال البشر كنتسنى هنايا شي يشد الطاكسي شي يمشى لهنا شي يمشى لهنا حشومه كاع عيب عليك. شحال انت كتسني دابا تقريبا؟ دابا ودابا من الظهر هنا شوف شحال الساعه. واحد ساعة وربعة. إيوا راه ساعة وربعة حنا راه باقي ما كاينش وباقي ما غايجيش. أش من نمرة هادي اللي كتسني فيها؟ هاد 40 هادي ديما داير لنا هاد الحال. إلا مشيتي وما عندنا حريرة ما عندنا شقة ما عندنا والو ولا حتى شي. دايرين طوبيس واحد واقيلا. والله شكون عارف؟ دايرين واحد يمكن يمشي ويجي. شوف راه متنا والله ولدي راه جيا كسو عليا بالبرد. راه ما بغى الله هاد الشيء. أنا درت الطوبيسات ديروهم. علاش مسكين وما كتخدموش رمضان؟ شي ملي تفوت رمضان عاي حيدي براسك، لك راه رمضان دابا رمضان. انا السؤال ديالي اللي مطروح هو هاد البلاكه هادي اللي كيديروا هنايا ما فيهاش شي نمره. كيديروا بلاكه ديال الطوبيس، الا لاحظتوا معايا غتقلبوا الطوبيسات كاملين في هاد البلاك ما كاينش شي نمره ديال شي طوبيس كتبان هنا، البلاكه بلا نمره. معايا؟ سير. الطوبيس ما كيمشيش بالما، كيمشي بالمازوت. وكاين عنده خدامه عنده مشاكل عنده كل حاجه لكن خصهم يديروا تما يديروا واحد كونترول في هذا الباب واحد كونترول في الباب اللي داس يشدو طاسي اللي خلص ما بغيتش ندير تما ربي طلعتي يعذبوه يودبوه ماشي عيب ما غاديش يقول لهم دابا بغيتي توصلي لنا بان هذوك الثلاثه هما اللي كيخليو الطوبيسات تتعطلوا علينا بحالكم الطوبيسات هما اللي معلق منهم ما نعيد لنا الطوبيسات لان الطوبيس كما قلتي كيخلص راه تو عنده ضرائب عنده المازوط عنده كل شيء عنده خدام هذاك الموظف باش تخلص لا الا كون كنت كيسلط راه ما غيبقاو لا طوبيسات لا راه ما غادي يحيدها معلق منهم حيدوا هذا الشيء على قبل الثلاثه حيدوا الطوبيس علينا ويديروا لهم كونترول واحد من باب من هنا واللي طلع ولا يدير خلص طلع ما تخلصش يلاه نزل الحالات. الشريف نسولك واحد السؤال عمرك سلتي في الطوبيس؟ عمرني يا لا حرام راه هذاك الشيء كانك كتخون الدوله كتخون راسك كتحرم راسك نسلت ويلي على 100 ريال حنا الباركي واخا تكون تعلقوا ما نسلتش والله ما نسلت ومن دي ديال الناس. علاش في هذه الحاله ما كتشديش الطاكسيات؟ انا عز علي الطوبيس نمشي فيه مرتاح صراحه نقول لك. الطوبيسات اللي داروا جداد دابا. وكتراد جداد والله تا مزيانين والله. ولكن خاصك معامن فينهم خوتك اللي غادي يتبعوك ويقابلوك ويديروا بحال. كنتي طالعه الطوبيس دابا ولقيتي شي واحد سالت وكيغوت مع الكونترولات اش تقولوا لي؟ لا كنقول لي من حقه يخلص من حقه يخلص كنقولها لي بحال هكا واحد الخطر ما خلصت على واحد ولقيت ملي مشيت الطوبيس ثلاثة لقيت عنده 15000 ريال قلت له عمرها ما تعاود لي ابدا وعمري دابا ما كنعاودش نلقي ست يقول لي عاود زيدوه صراحه نقولها لك وراك لا معقول صح ديت 15000 تجيب وانا خلصت عليه 700 ريال وملي مشى قال لي هي عندي 15 جا القريعه انا عندي 15 كنبيعو ونشري قلت ليه هدا وليدي جمع هاد المره مع عمرها ما تكون ليا لا انا حاضر لي من هكا